وضع العميد يحيى محمد عبد الله صالح عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام رئيس جمعية كنعان لفلسطين ومعه سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور اليوم الجمعة إكليلا من الورود على النصب التذكاري في مثوى شهداء الثورة الفلسطينية في بيروت بمناسبة عيد الفطر السعيد بمشاركة رئيس الحملة الأهلية لنصرة فلسطين معن بشور وممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية وحشد غفير من أبناء شعبنا الفلسطيني وأعضاء شبيبتي كنعان لفلسطين وحنبعل التقدمية. وقد ألقى العميد يحيى صالح كلمة بالمناسبة جاء فيها: شهداء فلسطين، شهداء اليمن، شهداء الأمة العربية. الوقوف مع فلسطين ليس بالأقوال وليس بالتآمر على القضية الفلسطينية، وإنما بالأفعال. وشعبنا الفلسطيني يعي ويعرف من يقف إلى جانبه ومن يتآمر عليه. التحية لشعبنا الصامد، شعبنا المرابط، لشعبنا المقاوم الذي يؤكد أن قضيتنا الفلسطينية إلى النص وستتحرر فلسطين، وإنما المسألة مسألة ود. الكيان الإسرائيلي يحاول أن يمدد الود، وشعبنا الفلسطيني يعمل على اختصار الود. شكرا جزيلا.